كنقول رحمها الله، ودابا عاد خصني نقول رحمها الله، دابا عاد خصنا نبكيو عليها وعاد خصنا نتحسروا عليها. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم أينما كنتم، أهلا بكم، أحييكم من مدينة القنيطرة. كما يعرف الجميع، خلف كل إخفاق كروي في عالم المستديرة غالبا ما يخلف مرارة وحرقة قد ينساها المسؤول في لحظة، بينما اللاعب في أيام، بينما يبقى الخسير الأكبر هو الجمهور الحقيقي العاشق الولهان المتيم بحب فريقه. معي مينا عما كما يحلو للجميع منادتها، امرأة عاشقة متيمة بألوان النادي القنيطري. مينا عما، مرحبا بك. صراحة بك جنة ونعيمها. السلام عليكم، مرحبا بك وليدي خالد مدينة القنيطرة، ومرحبا بك عند الجمهور القنيطري. بارك الله فيكم مي نعيمة، وشكرا على الاستضافة. مي نعيمة، كيف كيعرف الجميع الحدث اللي وقع دي واحد أسبوع، ألا وهو اللي واحد فاجعة وكارثة بكل مقاييس، سقوط النادي القنيطري العريق اللي بات اليوم غريق، اللي سقط الجحيم ظلمات الهوات. كيفاش عشتي هذه اللحظة هذه؟ عشتها بواحد الحرقة وواحد الصدمة، صدمة قوية، لأن ماشي بالنسبة لي غير أنا، راه بالنسبة للجمهور كامل، بالنسبة للقنيطرة كاملة، وبالنسبة للجماهير القنيطرية في العالم. شغا نقول لك، هاد الفاجعة كما تنقولوا، هاد الفاجعة راه صدمات القنيطريين، و ما عمرنا توقعنا بان الكاك غتهبط للهوات. كنا كنقولوا الا وصلت للدوزيام سيغي واحد النهار غادي يطلع البروميير سيغي القسم الاول، وغادي نفرحوا كما كنا فرحنا شحال هادي من عام، لان القنيطره عندها الكاك، عندها تاريخ، تاريخ اللي تيشهد به العالم، ماشي غير القنيطريين ولا مدن اخرى في المغرب، المغرب كله وفي العالم، في الألمان راهم مشاهدين على 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 الكاك، وعندها تاريخ لان عندها احسن هداف كان هو السيلبوساتي، الاخ السيلبوساتي اللي كان احسن هداف، 27 هدف تحت لحد الان، عمره ما وصل الاهداف ديالو. اش غنقول لك، وزيد ماشي غير بالنسبه للسيلبوساتي، كاين ناس اخرين. واش كنتو كتوقعوا باللي النادي القنيطري غادي يوصل لهذ الحاله اللي وصل لها؟ بمعنى النادي القنيطري كما قلتي سقط من القسم الاول، القسم الوطني الاول المحترفين، من بعد القسم الوطني الثاني المحترفين. واش كنتو كتوقعوا باللي النادي القنيطري غادي يسقط الجحيم ظلمات الهوات؟ ما كانش توقع، ولكن كان تخوف، لانه كان ماتش مربوح ماتش خاسرين، كان عندنا تخوف، وكنقولوا يا ريت ما نوصلوش للهوات، لان الا وصلوا للهوات راه غتكون صدمه قويه. ولكن فعلا كانت صدمه قويه، وكلشي تصدم، كلشي ما نقولكش ديك الليله كيفاش بتنا، كيفاش بعدا. انا بالنسبه لي ما نعس، ما جانيش ديك الليله، راه بيتها كنبكي، عندي جنازه في الدار ديالي. عارفين اللي كان من نعيمة، إحساس صعيب، وخصوصا لكل جماهير القنيطرية اللي كتعشق الكاك بواحد الوفاء وواحد الحب كبير. من نعيمة، كيف كيعرف الجميع في نظرك أنت، لمن كتحمل المسؤولية ديال هذا الإخفاق؟ ما نقدرش نقول لك المسؤولية لمن غنحملها، راهم عارفين راسهم شكون هما، وراهم تيسمعوني. ومن هذا المنبر تنقول لهم حرام عليكم، ما خصهاش الكاك عمرها ما خصها تهبط للهوات، لان كاينين مدن ما كانش عندهم لا فرقه ولا تيران ولا انهم ما كانوش موجودين الصراحه، حتى ولاو احسن من الكاك. علاش هذا الشيء؟ علاش خص الكاك يكونوا فيها الناس ديالها، الناس البلاد ديالها، واللي عندهم غير على الكاك وعلى لا توني ديال الكاك، ماشي على ود الفلوس، على الماده. انا كنتبع الكاك، ماشي ماديه، ما كنتبعش الماده، انا كنتبع الكاك حبا للكاك، وكندعم الكاك حبا للكاك. هادو كلهم وليداتي، وكلهم اش نقول لك، لان حتى هما كيحبوا الكاك بواحد الحرقه، بواحد
بواحد الغير على الكاك، لان راه تتلقى دري صغير في الحومه تقول له انت يا اش من فرقه كتشجع، تيقول لك انا كنشجع الكاك، ان الكاك عندها تاريخ، ومعمرها كنا كنتصوروا انها تهبط الهوات. يا خساره يا خساره على الكاك، والله انا كنتاسف الكاك بزاف. راه كنت قلتها في واحد الريبورتاج شحال هادي، كنت كنقول رحمها الله، ودابا عاد خصني نقول رحمها الله، دابا عاد خصنا نبكيو عليها وعاد خصنا نتحسروا عليها، لان كاين اعداء تاع الكاك كانوا كيتمناو يهبطوها، راهم هبطوها وصلوا للهدف ديالهم، ويا ريت الكاك تنقد، يا ريت يجيو الناس اللي غادي ينقدوها. ان شاء الله كنتمنوا ان النادي القنيطري يرجع المكانه ديالو الطبيعيه اللي هي مكانه ضمن حاضره الكبار ان شاء الله عما قريب. مي نعيمه، شفناك اليوم مولفين كانت لبستي الاخضر اللي كينم وكيعبر على الوان النادي القنيطري الاخضر والابيض، اليوم لبستي الكحل، واش هذا كيعبر على انه حداد على النادي القنيطري؟ فعلا حداد، حداد، انا ما صبرتش على الكاك الصراحه. لان الخضر فعلا حداد، حداد حتى تطلع الكاك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كي كيدل على انني لان كان كيدل على الحزن، ديالي الكاك، وكنتمنى من المسؤولين والغيورين على القنيطره وعلى الكاك يفيقوا شويه، يفيقوا، راهم نعسوا بزاف، نعسوا حتى مشات الكاك. ان شاء الله امي نعيمه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وكنتاسفوا بزاف على هذه المواقف اللي وقعات بصراحه. سقوط الكاك الجحيم ظلمات الهوات ما فجعشكمش انتم كقنيطريين، انما فجع المغاربه قاطبه، لانه ما كنظنش كاين شي مغربي ما حسش ذاك النهار بواحد الحرقه بواحد المراره فاش شاف نادي كبير بحال النادي القنيطري اللي عنده تاريخ ولا اليوم كيتخبط في الازمات في جحيم ظلمات الهوات. بصراحه كنتاسفوا وكنتمنوا ان شاء الله ان تضافر الجهود ديال المدينه كامله من جميع الجهات باش ان يديروا يد في يد، وهذه الفرقه ترجع للمكانه ديالها الطبيعيه، لانه عندها واحد القاعده جماهيريه اللي هي خياليه، وكنتمنى ان شاء الله ترجع في اقرب وقت للقسم الوطني الاول للمحترفين. شكرا امي نعيمه على كل هذه التوضيحات. شكرا سيدي خالد، وانا كنحييك وتنقول لك مرحبا بك مره ثانيه في مدينه القنيطره. هذا واجب. وتنقول للقنيطريين فيقوا شويه، فيقوا، راه الكاك مشات، راه بقيتو ناعسين حتى مشات الكاك. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. ونعيمه شكرا للجماهير القنيطريه اللي اش نقول لك، راه الناس كلها كاع جميع الفرق وجميع الجماهير ديال المغرب كامل تاسفوا الكاك، وكيقول لك المرتبه ديالها هي القسم الاول، وراه عندهم الصح، خاصها ترجع للقسم الاول باذن الله. وكنتمنوا من الله هاد العواشر الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والتيسير والرزق على كل المسلمين وكل المغاربة وكل القنيطريين في العالم. إن شاء الله تطلع البخوميير صيغي، هذا هي الأمنية ديالي. إن شاء الله أمي نعيمة، نتمنوا تحقق هذه الأمنية عما قريب، هذه الأمنية اللي غتسعد الشعب القنيطري والمغربي قاطبة. وإن شاء الله قبل الختام كنقولوا واحد المقولة، أن الكبير يبقى كبير، يمرض ولا يموت، لذلك النادي القنيطري إن شاء الله غيرجع لحاضرة الكبار عاجلا غير آجل. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذا العدد. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، القنيطرة.